ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل في يوم الحب. حابة بس قبل ما أنا أرحب بضيوفي اللي معايا في الاستوديو، حابة أهنئ الدكتور محمد الشاذلي لنجاح الإيفنت بتاعه ملتقى النجاح وأكسير النجاح، واللي كرم فيه إعلاميين متعددين. ألف مبروك على الملتقى، ودايما من نجاح لنجاح لحضرتك يا دكتور. خليني أبدأ دلوقتي بضيوفي اللي معايا في الاستوديو. معايا النهارده ميك اب ارتست، اتنين ميك اب ارتست هيكونوا معانا. معايا النهارده امل عبد التواب ومعايا سمر. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. منوريني. مبدئيا كده انا مبسوطه بالصوره بتاعتكم، يعني انتوا اتنين اصدقاء عايزين تطلعوا مع بعض ومصممين ان انتوا تكونوا مع بعض. حابه كل واحده كده تكلمني الاول ازاي بداتي كميك اب ارتست. اتفضلي يا سمر. انا بدات كميك اب ارتست في الاول كنت واخداها هوايه، اللي هو انا بحب اتفرج على فيديوهات اليوتيوب كده، يعني انا بحب الميك اب. ماما شجعتني عليه لما لقيتني بحبه، بتعلم في ماما في اخواتي في جيراني بس، وبعدين اتشجعت عليه ولقيت نفسي حباه وكده، فهي دي كانت البدايه بتاعته. يعني اكتر حد كان مشجعك للموضوع هي ماما والدتك واخواتي. طب تحيه حلوه بقى كده لمامتك من البرنامج. طبعا ربنا يخليها لي يا رب وما يحرمنيش منها ابدا، دي تلت العمر ماما حبيبتي. ربنا يخليها لك. وانت يا امل؟ بحب الميك اب برده جدا، وكنت بشوف كل هواياتي ان انا اتفرج على اليوتيوب على الميك اب، فقلت الموضوع لازم بقى اطوره واخد كورسات وانمي بقى الموضوع ده اكتر من كده. تمام. انتوا واخدين كورس يعني؟ انتوا الاثنين في نفس المكان؟ انتوا الاثنين في نفس المكان؟ يعني انا يعني انتوا متعرفين على بعض بره ورحتوا مع بعض ولا في؟ عايزه اعرف الموضوع اكتر. تعرفنا في المكان اللي احنا اخذنا فيه كورس. تمام. اخذتوا فين الكورس؟ زابيستا اكاديمي. زابيستا اكاديمي. طيب حابه اتكلم معاكم بقى كميك اب ارتست. انا لو عروسه ابدا قبل الفرح بقد ايه علشان اجهز نفسي واطلع باحسن صوره؟ شهر. شهر على الاقل. اقل حاجه شهر. اقل حاجه شهر. طيب ممكن تقولي لنا ازاي اصلا تحضر بشرتها قبلها بشهر؟ لازم تعمل ماسكات بس ما ينفعش تعمل تقشير مثلا مشرة او تنظيف عميق قبل الفرح بتاعها على طول، يعني لازم قبلها باقل حاجه 10 ايام. معلش اعقب بس على الحته دي. ممكن توضحها لي اكتر؟ يعني ايه تنظيف عميق قبل الفرح على طول؟ يعني ايه؟ يعني ما تعملش تنظيف عميق للبشره، التنظيف تقشير وحاجات اللي هو التقشير الكيميائي والكلام ده. ما ينفعش يتعمل قبل الفرح. طب ليه؟ لا يعني قبل الفرح بفتره، بشهر مثلا. بشهر. تمام. لكن الماسكات التانيه عادي نقدر ان احنا نعملها عادي. عادي. طيب في ماسك كده معين او سكراب معين ممكن تقوله لنا لاي عروسه بتتفرج علينا؟ في ماسك اللي هو معلقه لبن بودره. مكوناته؟ لا مكوناته. دي مكونات ماسك يا جماعه، احنا مش بنعمل عجينه. لا دي مكونات ماسكات طبيعيه بنقولها هنا في البرنامج عشان نمسح اي عروسه عايزه تعمل ماسكات لبشرتها. اتفضلي. معلقه لبن بودره، معلقه دقيق، معلقه نشا، معلقه عسل نحل، وفي معلقه كولاجين. لو مش متواجد الكولاجين يبقى فيتامين اي من الصيدليه. واحدة فيتامين اي. حلو. ده طيب حلو قوي للبشره. بيعمل ايه الماسك ده؟ بيدي نضاره حلوه قوي للبشره وبيفتح البشره. اوكي. وبيساعد البشره يعني مع الميك اب ان هي تبقى حلوه متالقه اكتر في الميك اب. وبالنسبه لجلسات اللي هي التنظيف العميق للبشره، احنا ممكن نعمل جلسه عاديه لو البشره حساسه شويه، نعمل اللي هي قبلها ب 10 ايام. في جلسه بتتعمل قبلها ب 10 ايام بس، ديت اللي هي العاديه مش العميق. وانا انصح البنات ان هم يعني ما يعملوش جلسه تنظيف العميق دي غير يعني قبلها بشهر مثلا، بس دي بتتعمل اكتر للبشره الدهنيه. تمام. لان البشره الدهنيه بيبقى فيها رغوص سوداء، بيبقى فيها حبوب، بتبقى دهنيه قوي، فالميك اب ما بيبقاش ظابط معاها، فلازم تعمل لها سكرابات كتير، يتعمل لها ماسكات كتير، في غسول للبشره الدهنيه بنديه لها بتستعمله. كل ده بيظبط الميك اب معاها. تمام. يعني دي الاجراءات اللي انت بتعمليها مع العروسه قبل الفرح، تقولي لها في غسول، في ايه تاني مثلا، او تعمل ايه تاني. انا محتاجه اتكلم في موضوع العروسه باستفاضه، بيجي لنا اسئله كتير قوي. انا عروسه وفرحي مثلا بعد شهر، المفروض اعمل ايه؟ فانتوا كميك اب ارتست وكخبراء تجميل محتاجه يعني منكم نصايح للبنات. ان هي تبدا قبلها بفتره، يعني مش تيجي قبل فرحها مثلا باسبوع او بكام يوم وتقول لها انا عايزه اظبط بشرتي تبقى زي الفل قبل الفرح. تمام. لازم تدي لنفسها فتره قبلها.
تمام. تعمل فيها ماسكات وترطيب للبشره، ماسكات طبيعيه للبشره. تمام. طيب هو انتوا كميك اب ارتست اللي بتعملوا الماسكات دي، ولا هما اللي بيعملوها، ولا انتوا بتنصحوهم، ولا الموضوع بيكون ماشي ازاي بالظبط؟ انا بديها كام نوع ماسك بقولها عليه ماسكات مفيده للبشره، وهي بتمشي عليها قبلها بشهر، وبديها غسول من عندي هي برده بتستعمله بتمشي عليه لحد ميعاد الفرح. بتعمل سكرابات كتير طبعا للبشره، حاجات احنا بنبقى قايلينها عليها هي بتستعملها. تمام. ما فيش حاجه احنا يعني كميك اب ارتست انتوا بتعملوها خالص قبل الفرح مثلا او يوم الفرح؟ لا يوم الفرح اه بيبقى فيه تجهيزات يوم الفرح، لكن دي بتبقى قبلها، دي عشان قبلها مثلا ب 10 ايام بشهر للبشره الدهنيه بشهر، عشان تظبط يطلع الميك اب شكله حلو، يطلع كويس، تطلع البشره نضره. تمام. يعني انت من كلامك انا شايفه ان انت بتتكلمي كتير عن البشره الدهنيه، هل البشره الدهنيه هي اكتر بشره محتاجه تجهيز قبل الفرح؟ فعلا اكتر بشره بتبقى محتاجه تجهيز كتير جدا البشره الدهنيه، عشان هي بيبقى فيها حبوب، روائص، رؤوس سوداء، الميك اب بيسيح فيها بسرعه جدا عشان هي دهنيه، فبتبقى محتاجه فونديشن معين، خلي زيرو في الزيوت، الغسول زيرو في الزيوت، كله بيبقى حتى المرطب زيرو في الزيوت، لان هي بيبقى بالطبيعي اوريدي دهنيه، فلازم نستعملها حاجه تمشي معاها. تمام. يا بنات بشره الدهنيه اللي ناس كتير جدا واولهم انا بعاني منها، زي ما الميك اب ارتست سمر قالت، اي فاونديشن، اي غسول، اي حاجه 0% اويل. طيب نتكلم شويه عن البشره الجافه معاكي يا امل. البشره الجافه هي بشره يعني بيبقى فيها قشور وما فيهاش اي دهون، اي زيوت زي البشره الدهنيه. أوكي. دي بتبقى فيها مشاكل ان هي لازم نرطبها كتير، يبقى نستعملها غسول يكون في نسبه ترطيب 100%. دي بقى العكس بقى. احنا كده بنعكس الرؤيه خالص. 100% الغسول او المرطبات. والمرطبات. تمام. بنستخدم لها بنعمل لها تحضير طبعا قبل الميك اب، بنعمل الغسول المناسب ليها اللي هو فيه ترطيب 100%. أوكي. وبعد كده بنحط لها المرطب، مرطب يكون مناسب للبشره الجافه، نسبه الترطيب برده بتاعته بتكون عاليه 100% برده. تمام. وبعد كده بقى بنحط لها البرايمر. اوكي. طيب في حاجه عايزه اقولها للعروسه، انا بنصحها ان هي ما تعملش وشها خالص بالواكس، لانه بيشيل اول طبقه من الجلد من البشره، فبالطبيعي اول طبقه دي بتحافظ جدا على البشره، فلو اتشالت هيبقى الميك اب مش حلو. تمام. يعني لو اتشالت هيبقى الميك اب مش حلو. انا بنصحها تعمل التنظيف العميق، ولو عايزه تعمل وشها في حاجات تانية ممكن تزيل بيها الشعر من الوجه اللي هو زي الفتله، تزيله بالفتله. لكن الوقت لا. يعني ليه بقى يا سمر؟ انا عايزه اعرف منك النقطه دي، ليه ما نعملش وكس قبل الفرح بتاعنا على طول؟ بيشيل اول طبقه من الجلد، واول طبقه من الجلد من البشره دي اللي بتخلي الميك اب شكله حلو، دي اللي بتدي البشره المداره، بتخلي الميك اب حلو فيها، بتثبت الميك اب، كل ده. فلما تتشال الميك اب مش هيبقى حلو، مش هيثبت على البشره، تعمل مشاكل كتير. بس في ازالات تانية ممكن تزيله زي ما قلنا بالفتله، بزاله الفتله. تمام. ولو طلع لها حبوب في وشها او وشها التهاب، في كريمات مضاد حيوي بس يكون ما فيهاش كورتيزون. كورتيزون بينفخ بينفخ وبيبهدل يعني. حاجات كتير. ما يكونش فيها كورتيزون كفايه المحشي. لا ما يكونش فيها كورتيزون، خليها من الكورتيزون. أوكي. ده هيظبط معاها جدا البشره. طب تكلمينا بقى عن البشره المختلطه. البشره المختلطه هي المنطقه التي زون بتاعتها دي بتبقى فيها دهون وباقي البشره بتبقى جافه، فاحنا بنتعامل معاها ان احنا بن بن بنشوف لها غسول مناسب للبشره المختلطه. تمام. هنكمل معاكي البشره المختلطه، بس هنطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية. اوعى تغيروا المحطه، اوعى تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. نكمل معاكي يا امل. البشره المختلطه اشرحي لنا باستفاضه عن البشره المختلطه، ازاي بنتعامل معاها وازاي برضو بنعرفها؟ بنعرفها ان هي منطقه التيزون عندها بتبقى فيها زيوت وباقي وشها بيبقى جاف، فبنستخدم لها غسول مناسب للبشره المختلطه. التيزون اللي هو المنطقه دي كلها بالدقن. اوكي. دهنيه وباقي الوش بيبقى جاف. اوكي. فبنستخدم لها غسول مناسب للبشره المختلطه، وبعد الغسول بنمسح بتونر بمنطقه التيزون بس.
تمام، عشان نقفل المسام بتاعتها ونمنع الزيوت في الميك اب. اه تمام، احنا بنعمل كده عشان اي حاجه دهنيه بنستخدم لها التونر عشان نقفل المسام ونتخلص من الزيوت اللي بتبقى فيها قبل الميك اب. اه وننشف البشره. اه التونر ده، مهمه التونر. يعني التونر ده عايزين نقول ان هو مهم جدا لاي بشره دهنيه فيها زيوت، فيها حبوب، فيها مسامات، الكلام ده. جدا جدا بيشد، بينشف البشره. تمام، بيمتص الزيوت دي، بيخليها تخف من البشره جامد. تمام. بيظبط جدا مع الميك اب. حلو قوي. طيب انا دلوقتي لو رايحه بقى العروسه، اي انا ميك اب ارتست ورايحه العروسه، ازاي بتعامل معاها؟ ايه الامور اللي لازم اخد حذري منها قوي كميك اب ارتست رايحه لبنت يوم مهم جدا في يوم زي ده؟ فازاي، ايه الخطوات اللي انا باخدها مثلا؟ ان انا مثلا اتعامل معاها بسلاسه. اوكي. حبي جدا، ابتسامه حلوه. هي طبعا بتبقى متعصبه جدا وبتبقى متوتره، يوم صعب، فانا بحاول ان انا هون عليها اللي هو ايه يعني، واخد رايها في الميك اب. طب اعمل لك لون ايه؟ طب تحبي اي شادو ايه؟ طب تحبي اللوك ايه؟ لون الروج ايه؟ احاول ان انا ابقى لطيفه معاها، سلسه معاها، ما اتعصبش عليها. اخلص الشغل واخد رايها، طب ايه رايك، حلو ولا مش عاجبك؟ لو مش عاجبك ممكن نغيره، ما فيش اي مشكله. هي طبعا بتبقى متوتره وخايفه، يوم صعب كده يعني، فانا بحاول اتعامل معاها كده. اهم حاجه ان الايد تكون نظيفه، لان طبعا احنا بنتعامل مع البشره فلازم الايدين تكون نظيفه جدا وريحتها كويسه. ما ينفعش ان احنا نتعامل مع عروسه واحنا ايدينا ريحتها مش لطيفه، او احنا ريحتنا مش لطيفه. مظبوط. فلازم ده كمان يعني. طيب تقدري امل تقولي لنا سكراب معين تديه للمشاهدين تقدر تعمله قبل الفرح؟ بمواد طبيعيه كلها، احنا عايزين نتكلم في كل حاجه طبيعيه. اتفضل. سكر وبن وزيت زيتون. سكر وبن وزيت زيتون. ده ايه ده؟ مكشر. اه مكشر. مكشر للبشره. للبشر. لاي بشره تستخدمه ولا ايه بالظبط؟ لا لا، لجميع انواع البشره. تمام. طيب طريقه استخدامه بقى، يعني انا هستخدمه دلوقتي بعمله ازاي او استخدمه ازاي على بشرتي؟ بغسل بشرتي الاول، بتبقى على بشره نظيفه، وبعد كده بحط لها السكراب، وبعد كده بقفل المسام بتونر او بميه بتلج، اي حاجه تقل. اقفل بيها المسام ده بعد ما انا اخلص. بعد ما اخلص. اه لا انا بسال دلوقتي، انا غسلت وشي، طريقه استخدام السكراب اصلا ازاي؟ هي سمر قالت لنا معلقه ومعلقه وعملت لنا عجينه حلوه جدا حطيناها في وشنا. على حسب تخلي القوام بتاعه، تعرف ان هي تتعامل يعني، يبقى يعني طري، مش قوام لا ناشف ولا يعني، القوام بتاعه يبقى معقول يعني. معلقه سكر، معلقه قهوه، واطري اللي تلاقيه لين معاها تعرف تستخدمه. اوكي، بالزيت الزيتون. طب في ممكن نستخدم حاجه تانية غير زيت الزيتون؟ عشان في ناس بشرتها دهنيه قوي يعني زي حضرتك. في حاجه، البشره الدهنيه اصلا ما ينفعش فيها زيت زيتون خالص. اوكي، نفس السكراب بس هنشيل الزيت زيتون، يبقى يعني معلقه ليمون او معلقه عسل نحل. بس الليمون مش الليمون لا، حلو جدا. البشره الحساسه لا، ده البشره الدهنيه. اه تمام، ده عشان الحبوب اللي بتبقى في البشره، الرواسب السوداء، الليمون اصلا بيفتح البشره جدا. حلو قوي فعلا، وبياكل كده في الحبوب دي عشان بيشيلها، يعني بيشيلها خالص من البشره. لو كده ممكن نعمل نفس السكراب بعسل نحل، يعني معلقه بن، معلقه سكر، معلقه عسل نحل. طيب لو هي بشره دهنيه بلاش استخدم خالص زيت الزيتون. لا زيت الزيتون لا، هي اصلا بشرتها مليانه زيوت. تمام، حط لها زيت زيتون هيبقى تمام. لكن اللي حضرتك قلتيه احط زيت زيتون لو هي بشره عاديه. بشرة عاديه جافه. الكلام ده كله. تمام. طيب البشره بقى العاديه بعرفها ازاي؟ ان هي ما فيهاش اي عيوب، يعني هي احسن انواع البشره. البشرة العادية ما فيهاش قشور، ما فيهاش دهون، ما فيهاش أي حاجة، يعني هي شكلها بيبقى حلو زي بشرة البيبي. تمام. طب ممكن أسألكم بقى سؤال؟ يعني أنا بقيت أقابل ناس دلوقتي كتير قوي بياخدوا كورسات كورسات كورسات، هو أنتوا استفدتوا إيه من الكورس؟ أو إحنا معانا دلوقتي اللوجو بتاع ذا بيست أكاديمي، المكان اللي أنتوا خدتوا فيه الكورس، عايزة أعرف منكم استفدتوا إيه في الكورس؟ هل فعلا حقيقي نظام الكورسات دوت واللي بيدى كورس والكلام ده فعلا فيه افاده ولا اي كلام ولا ايه؟ فهموني. لا مش فيه كل الاماكن، في يعني اماكن، في اماكن بتفيدك فعلا، في اماكن لا. يعني المكان اللي احنا كنا فيه مكان كويس جدا، يعني عندنا اللي كان الميك اب ارتست اللي كانت بتعلمنا كويسه قوي قوي قوي، كانت بتعاملنا بحب وحاجه حلوه، وكانت حبيبتنا اصلا فيها كمان، يعني احنا بنحبها بس هي حبيبتنا بزياده، يعني حبيبتنا في الميك اب بزياده.
اللي هو يعني وبتعرفتنا كل حاجه في الميك اب وعن اسراره وازاي نتعامل حتى مع العروسه، هي اللي قايله لنا، انا ما كنتش اعرف. تمام هي اللي معلماني السكراب اللي انا لسه قايله من شويه على الهوا. تمام ماشي، انا يعني بصراحه مبسوطه ان انا دخلت بيست اكاديمي عشانها. حبيبتي، يعني نفهم من كلامك ان انت استفدت كتير. استفدتي. طب وبالنسبه لك يا امل، بما انكم بقى خدتوا في نفس المكان يعني. تمام، استفدت كل حاجه يعني انا كنت عارفه حاجات كده مبدئيه يعني، معاها عرفت كل حاجه بقى عن الميك اب، ميك اب في الكونتور، تحضير البشره، الميك اب كله عامه يعني فهمته صح، يعني مش الحاجات العامه يعني اللي انا بشوفها في اليوتيوب. يعني في الكورسات بتاخدوا الاسرار. ده معنى كلامكم ان اليوتيوب بيتكلم بصفه عاميه. بنشتغل لوكات، احنا بايدينا يعني، احنا بنشتغل في الكورس نفسه. اهم حاجه طبعا اللي هو ان انتوا تمارسوا. اكيد. هل في الاكاديميه كان في ده؟ اشتغلنا لوكات، اشتغلنا كذا لوك يعني، كذا طلعنا لوكات حلوه. تمام. طب ممكن كلمه شكر ليكوا منكوا لذا بيست اكاديمي اللي انتوا خدتوا فيها الكورس الميك اب؟ انا بشكر ذا بيست اكاديمي جدا بجد، احسن اكاديميه انا رحتها يعني، وفيها ناس كويسين جدا، حتى الميك اب ارتست اللي انا يعني اللي علمتني بجد بشكرها جدا، لان هي انسانه كويسه جدا وحببتني فيها يعني، هي حببتني في الميك اب بزياده، انا حتى على تواصل معاها لحد دلوقتي يعني، هي مش متكبره ومش حاجه، هي كويسه جدا. تمام، انا بشكرها. وانتي يا امل؟ انا مبسوطه جدا ان انا روحت الكورس وتعلمت منها حاجات كتير وانا بحبها، ووصل لها سلامي من هنا من الكورس، واتعلمت منها كل حاجه. نورتوني وشرفتوني، وانا سعيده جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده في الحلقه. الميك اب ارتست امل عبد التواب والميك اب ارتست سمر سيد على الفيسبوك، خشوا تابعوهم وتواصلوا معاهم. نورتوني وشرفتوني. قبل ما اختم فقرتي انا عايزه بس اوجه شكر مره تانية للدكتور محمد الشاذلي. احنا بيتعرض دلوقتي معانا صور المهرجان الملتقى اللي اتعمل في اسكندريه، عروسه البحر الاحمر. بنشكرك جدا يا دكتور محمد الشاذلي، وكان يوم فعلا جميل جدا وكان مليء فعلا بالنجاح، وكان فيه صور حلوه للناس الناجحه. وسعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده في حلقه جديده في برنامج جمالك مع رينا، وصممت ان انا اطلع معاكم النهارده في عيد الحب، مع ان حلقتي ساده مشاهدين عارفين ان هي بتكون يوم الثلاث، بس انا اجلتها عشان اطلع معاكم النهارده في عيد الحب، عشان اقول لكل حد بيتفرج علينا كل عيد حب وانتم طيبين، كل ام، كل اب، كل اخ، كل اخت، كل صديقه، كل صديق، هابي فالنتاين داي، واشوفكم في حلقات تانية جديدة برنامج جمالك مع رينا.